سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخ حمود من عمان، بارك الله فيه، سأل ثلاث أسئلة، أجبت عن سؤالين وبقي سؤال ضاق الوقت بالأمس عن الإجابة عليه. يقول بأن هناك، يعني هو ذكر بأن بعض الأشخاص وللأسف في صلاة الفجر يأتون و هناك روائح كريهة تصدر من فمهم، يقول ولا يراعون هذا الجانب، فيريد توجيه نصيحة. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، صحيح هذا يوجد عند بعض الناس هدانا الله وإياهم، لا يلتفتون إلى هذا الأمر. ولا شك بأن يعني هذا الأمر هو على قسمين، إما أن يكون ممكن إزالته بالغرغرة، بالمضمضة، باستعمال بعض المطيبات، وهذا ممكن، وإما أن لا يمكن إزالته، وذلك لوجود مرض. أحيانا بعض الناس عندهم مرض في الأنف وفي الفم ولا يعني ما يستطيع التحكم في مثل هذه الرائحة، ولذلك يجب على المسلم أن يراعي هذا الجانب، وعليه قبل أن يأتي إلى المسجد أن يقطع جميع الروائح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الذي أكل الثوم والبصل أن يأتي المسجد، مع أنهما شجرتان يجوز للإنسان الأكل منهما، وسماهما النبي صلى الله عليه وسلم خبيثتين، يعني رديئتين وليس محرمتين. والمقصود بأن المسلم مطالب بأن يقطع كل الروائح الكريهة التي تؤذي الملائكة وتؤذي المصلين، سواء في بدنه أو في ثيابه أو من أنفه أو من فمه، لا بد أن يراعي هذا الجانب. ولذلك إخواني الذي يأتي المسجد يقطع هذه الروائح، يعني أنت تتغرغر مثلا، تستعمل أدوية معينة، تستعمل مطيبات، منظفات، معطرات مثلا، إذا كان مثلا ما ينفع مع هذه الأشياء والرائحة جدا قوية، حاول أن تضع اللثام على فمك، وإن لم تستطع بحيث أنك يعني يؤذيك وكذا، ممكن أنك تتخلف عن الجماعة، بارك الله فيك، تتخلف عن الجماعة حتى لا تؤذي الملائكة ولا تؤذي المصلين. وأغلب الناس ولله الحمد يستطيعون، لكن يتساهلون، وقليل من عنده مثل هذا المرض. محمد بن العين يقول بالنسبة للعقيقة، يقول نحن من قديم الزمان المرأة إذا جابت يقول نذبح لها ذبيحة لسلامتها، يقول أنا عندي 16 نفس ما ذبحت عن واحد منهم، يعني ما عقيت عقيقة عن واحد منهم، ما العمل؟ يا أخي محمد بارك الله فيك، أولا الحمد لله الذي من علينا وعليك بالعلم، وهذه نعمة من نعم الله أن الإنسان يمن الله عليه بالعلم، تعلم الأحكام الشرعية وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذه السنن وهذه الأحكام، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة إذا جابت ونفست، ما في عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في قول الأئمة الأربعة أن يذبح لها ذبيحة على سلامتها، ما عنده. لكن ممكن أنت والله من خاطرك مثلا تذبح ذبيحة، تقول والله الحمد لله على سلامة أم العيال، وتعزم جيرانها وأقاربها، ما في شيء، لكن هذه ما هي ذبيحة شرعية، لا، هذه ذبيحة كرم وذبيحة شكر لله، ما هي يعني نقول والله مثل الذبائح التي جاء النص فيها. الذبيحة التي جاء النص فيها يا أخوي محمد هي عقيقة الولد، الولد الذكر تذبح لشاتين، والأنثى تذبح لها شات واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يذبح عن الولد شاتين وعن الجارية شاه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه. فالمقصود يا الفاضل أنت قصرت في هذا، وكان الواجب عليك أنك تسأل أهل العلم، لو سألت إمام المسجد عندك علمك وأخبرك، لكن هذا تساهل منك، تستغفر الله وتتوب إلى الله وتقول اللهم اغفر لي، اللهم اعف عني، والآن إذا أمكنك وعندك قدرة تذبح عن عيالك كلهم، كل واحد تذبح له الولد ذبيحتين والبنت ذبيحة واحدة، إلا إذا كان والله كان الولد أو البنت قد بلغ، لأن في أصح أقوال أهل العلم أن الولد الذكر أو الأنثى إذا بلغوا انتهى وقت العقيق،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام، قال أهل العلم الغلام هو الذي لم يبلغ إلى حد البلوغ يسمى غلام، كل غلام مرتهن. ولذلك أفضل أيام الذبيحة يوم 7 أو يوم 14 أو يوم 21، هذه السنة. وبعدين تبقى حق مشروع للولد. تقول والله أنا ما عندي شيء، ما أستطيع ذبح عن جميع الأولاد، اذبح اللي تقدر عليه، واللي ما تقدر عليه الله يعفو عنك يا أخوي محمد. ليلى من الجزائر تقول ذكرت كتاب سعادة الدارين، تقول مشتمل على قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يعني فيه شيء من الصلاة وقضية الصلاة على النبي في السجود 6 مرات، ومن صلى على النبي في السجود 6 مرات فإن مجلبة للرزق وغير ذلك. يا أخت الفاضلة، بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه عبادة من العبادات، ومظهر من مظاهر الإيمان، وعلامة على محبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. والصحابة رضي الله عنهم تعلموا السلام على النبي والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الاعتناء بالصلاة على النبي يعني مظهر من مظاهر الإيمان، وعلامة على محبة سيد الأنام، ودليل على صدق ما عند العبد من الإيمان. لكن أن نأتي إلى هذه الصلاة فنوظفها ونقول والله من فعل كذا يجلب له كذا، هذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات، لأن ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة أن من قال أن من صلى على النبي 6 مرات في السجود يعني أتاه الرزق، هذه لم تثبت فيها شيء. ولذلك توظيفها بهذا العدد وبهذه الكيفية وبهذا المحل احتاج إلى دليل يا أختي ليلى، وليس هناك دليل. ولذلك يا أختي الفاضل اعتني بالسنة، ارجعي إلى الأحاديث في دواوين السنة التي فيها الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ارجعي إلى كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري، ارجعي إلى رياض الصالحين، ارجعي لما كتبه كثير من أهل العلم مثل الجهضم المالكي الذي ألف كتاب في يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو صفة الصلاة. هناك مجموعة من الكتب التي اعتنت بصفة صلاة النبي، بصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكمل الصلاة أن يقول العبد أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويجزى أن يقول صلى الله عليه وسلم. طبعا تتأكد الصلاة على النبي ليلة الجمعة ويوم الجمعة وعندما يذكر عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له جبريل رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقل آمين، فقال آمين، اللهم صل على محمد. ولذلك المشروع للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي، لكن أن يأتي بهذه الصلاة يوظفها بعدد معين، نقول نحتاج إلى دليل. يوظفها بكيفية وهيئة معينة، نقول يحتاج إلى دليل. يوظفها بمحل معين، نقول يحتاج إلى دليل. مثلا الصلاة على النبي ليلة الجمعة، لو جاء شخص وقال صلوا على النبي ليلة الجمعة نقول نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، نعم هذه مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وغير الدعاء واردة. لكن لما يجي شخص يقول لا تعالوا نصلي على النبي في السجود 6 مرات لأن هذه تجربة، نقول من أين الدليل؟ ما في دليل. ولذلك تنبه يا أختي الفاضلة لمثل هذا الأمر. طيب أبو فيصل من السعودية، إن شاء الله بعود إليك لكن إن شاء الله بعد ما أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أم خالد من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج الحلو، والله استفدنا وايد منه. الحمد لله، الله ينفع بالجميع. يعطيك العافية. إي والله لجزك. لو سمحت أنا عندي صرفت 150 كويتي. إيه؟ صرفت عملة عراقية. إي. وناسيتن، خاشتن وناسيتن. وصار كم يوم ذكرتن، وصرفت الفارن 400 كويتي. أي. يعني شنو حكم زكاة يعني على أولي على التالي؟ حوالي 10 سنين صار لهم ناسيات النسوة. كم مر عليهن أم خالد؟ حوالي 10 سنين، 8 سنين، 9 سنين، حوالي 10. آه 10 سنوات. أي ناسيات، كان عملة عراقية وصرفت تم صار 400. انقطع. طيب
حنان تفضلي. حنان هناء تفضلي اختي هناء. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك ألف خير شيخ. أني ناوية أني هذا العيد إن شاء الله أضحي إلي، فأريد بعض التوصيات. مثلا النية أول ما أشتري الضحية أنا أريد أضحيها من الغنم. إيه. والمطلوب من عندي بالإحرام يعني من أبي أول يوم من 10 ذي الحجة، يعني المطلوب من عندي شنو؟ هل يجوز أني آكل أنا من عندها الضحية؟ إن شاء الله يا هنا. هنا إن شاء الله يوم السبت، يوم السبت القادم إن شاء الله سأخصص حلقة كاملة عن أحكام الأضاحي وعشر ذي الحجة إن شاء الله، لكن بجاوبك أنا إن شاء الله. وشي ثاني شيخ، هو مو سؤال وإنما شي بشارة إن شاء الله خير إلك، إني أني مو هو تبشير أو شي، وإنما أنا حلمت أحد الليالي كنت أتكلم عن لباس الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذهب إلى الصلاة بالجداشة والأباء. فحلمت أني بجماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإجا أحد الأشخاص يعني يركب على حصان، كان لابس اللباس يعني الأسود، فكان هو الحمزة عم الرسول. فقال من يعني يأتي معي؟ كان شايل كتاب، أني أنظر له من بعيد هو التوراة، فما حد يعني راح وراء، بس شخص واحد ظل يركض وراه يلحس بس ما لحد. بس إحنا ظلنا بصف مع الرسول، عندما التفتت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعني وجدته أنت شخصك. الله المستعان. الله المستعان. أبا والجداش إن شاء الله بشارة خير إلى ما تقدمه إنه من توصيات ويعني وأشياء نستفاد من إلهم. إن شاء الله جزاك ألف خير وهذا في ميزان حسناتك إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب. الله يتقبل. شكرا. الله يتقبل يا رب. تفضل عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال واحد. تفضل يا أخي. له فروع يعني. تفضل. عدة المرأة المتوفى زوجها والمطلقة. اي. يعني المرأة تفصيل في الحديث في النقطة دي، وبعدين يعني هل يحق للزوج قبل أن يتوفى أن يعني يعفي زوجته من العدة؟ هل يحق للزوج يا أخي؟ قبل أن يتوفى. أيوة. يعني يعفي زوجته من مكوس في العدة، يقول لا أنت مسموحة ما تدخل العدة بعد ما أموت. يعني قبل ما يموت يقول لا اعتدي؟ ما تعتدي. قال له لا اعتدي. ها؟ لو مت ما تعتد عليه. ها؟ لو مات يعني. أيوة لو مات. طيب أبشر يا عبد الله. المرأة الموظفة تشتغل وزوجها يتوفى، وطبيعة عملها تقتضي عليها أن تسافر في أيام العدة، يحق عليها السفر؟ تسافر طبيعة يعني تأخذ من مدينة إلى مدينة؟ الآن طبيعة من مدينة إلى مدينة، من دولة إلى دولة، طبيعة عملها كده هو. طيب يا أخ عبد الله أبشر إن شاء الله. عندك شيء ثاني يا عبد الله؟ راح عبد الله. طيب تفضل أم غازي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مرحبا أختي. أنا عندي مطلوبة صيام. إيه. وما أقدر أصوم، أنا عمري 75 سنة، أنتي كفارة؟ كم عليك يا أم غازي؟ علي 9 أيام، مال نذر مال أطفال. وما أقدر أصوم، عمري 75 سنة. أختي الفاضلة، هذا نذر ولا عن رمضان؟ لا 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 رمضان ولا شوال، نذر هيكي. أنت نذرتي أن تصومي 9 أيام. أنا صمت بس نسيت، أنا صايمة 24 من هاي السالفة هي. صمت ونسيت. ونسيتي يا أم غازي، نسيتي؟ ناسية سهو، ناسيته يعني ناسيته. يعني باقي 9 أيام عليك أكيد؟ لا لا، أنا كل ما يجيني طفل ويصير عليه شدة أقول بس يقوم، بس أنا صمتهم بس ناسية. يعني ناسية. أنت صمتيهم بعدين شكيتي أنك صمتيهم؟ شكيت بيهم. طيب يا مغازي أبشر إن شاء الله. سلامتك. مرحبا. سؤال ثاني. تفضل أختي. سؤال ثاني. أنا عمري من 20 سنة حطيت رحت للحصاد، احنا كنا بالعرب،
شلت الدوشق وحطيته على المنضد، حطيته على المنضد ثاني جوا قطة ما أدري بها القطة نيتة، هذا يصير من ذنب لها من عمري أنا عمري من 20 سنة وهسه عمري 75 سنة وما دا يروح من بالي الخوف، أبكي أخاف من أشوفه من جلة أحبط. أنت مو متعمدة الحمد لله، مو متعمدة أنت. لا 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 والله مو متعمدة، ولهسه من أشوفها بالمنزلة تخبل من الخوف أبكي. طيب يا وصمت الوجه الله بس يروح من الخوف، ما راح من الخوف، سوي صلاة الوجه الله، سوي صلاة الوجه الله وأقرأ قرآن وما دا تروح من عند الخوف. أبشر يا أمغازي تسمعين إن شاء الله الجواب، أبشر إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله يا يابا، الله ينطيك. مرحبا أختي. تفضل يا سعيد. سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ مرحبا أخوي سعيد. شيخنا بغينا علاج قصبة القلب. يا سعيد. سعيد. نعم. الله يرضى عليك، الصوت مو واضح وعندك هواء كأن فيه شيء، وضح حاول تبعد عن الـ 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 إذا كان مروحة أو كنديشن أو شيء. اسأل تفضل يا سعيد. علاج قسوة القلب. كيف؟ بغينا علاج قسوة القلب. علاج قسوة القلب. نعم. أبشر يا سعيد أبشر. يا حاجة. أهلا وسهلا. طيب أعود إلى الأسئلة، عندي الأخت الأخ أبو فيصل بارك الله فيه من السعودية سأل يقول بالنسبة لي، يقول هو سمعني أجيب على بعض الأسئلة في قضية أن المرأة في البيت لا يشترط أن تحتجب أن تتحجب لأجل أن تقرأ القرآن، فهو نبه جزاه الله خير يقول طيب لازم نذكر بأنه إذا كان ما في أجانب، شيء طبيعي يا أبو فيصل بارك الله فيك أنه لابد ما يكون أجانب يعني في البيت، نتكلم نحن أحيانا ننبه على هذا، نقول إذا كان في بيتها ما عنده لزوجها وعيالها مثلا، دائما دائما انا انبه الى مثل هذه المساله زوجها وعياله، اما قضيه اجانب هذا شيء معروف. ابو فيصل يقول اشاهد بعض المصلين اذا جاء يسجد يقول ما يبسط يديه في السجود وانما يقبض يديه هكذا، يقول يضع يديه، وهذه فعلا انا اشوفها يعني كثيرا عند بعض المصلين. يا ابو فيصل هذا غلط، وجزاك الله خير على هذا التنبيه، وينبغي على ائمه المساجد ان يعلموا الناس صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا سجد بسط يديه هكذا مضمومة الأصابع مستقبلا للقبلة، ما يجعلها لا هكذا ولا هكذا، كان هكذا يجعلها على الأرض عليه الصلاة والسلام، مش ليست مفرقة، مضمومة الأصابع إلى جهة القبلة، وكان يجافي عضديه عن جنبيه عليه الصلاة والسلام. طيب ما الحكم إذا سجد على يديه وهي مضمومة؟ نقول السجود صحيح لكن خالف السنة، يعني لو وضع يديه هكذا أو هكذا نقول تحققت الركنية، تحققت الركنية، سجد على الأعضاء السبع لكنه خالف السنة وينقص أجره عن الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو فيصل يسأل يقول بالنسبة للرجل الذي قتله أسامة هل يصح أن نطلق عليه هل نطلق عليه الإسلام؟ الفاضل هو الحديث ظاهر، الحديث في الصحيحين عن أسامة قال غزونا الحروقات من جهينة، يقول فكان رجل المشركين يعني أعمل سيفه في المسلمين، يقول فاتبعته فبارزته فرفعت السيف عليه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة، يقول فحصل في نفسي شيء، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف يعني خاف من السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله إنما قال تعوذا يعني خوف من السيف، فأخذ الرسول يردد ويقول أسامة كيف تأتي بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ماذا تعمل بهذه الكلمة العظيمة يوم القيامة؟ وهذا يدلنا على أن هذه الكلمة يا أخي الفاضل تحقن دم المشرك، إذا قال المشرك لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله جل وعلا، فهذا يصلح أن يطلق عليه بارك الله فيك، ولذلك هذه الكلمة عظيمة، وللأسف الشديد مثل ما تشاهد الآن يعني رخصت دماء المسلمين، الآن مسلمين ولدوا في الإسلام وشابت لحاهم في الإسلام وفي بيوت مسلم الآن يقتلون باسم والله يعني الغيرة على الإسلام والحكم بردت، نسأل الله العافية والسلام، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. كيف هذا رجل مشرك كان يقاتل المسلمين ويقتل في الصحابة،
فلما قال لا قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة عصمت دمه وماله، ما يجوز أنك تقدم على قتله، نحن ما أمرنا كما قال صلى الله عليه وسلم بشق الصدور ولا بفتح القلوب، نحن علينا العمل بالظاهر وحسابه على الله جل وعلا. ولذلك يا أخواني إراقة الدماء من أخطر الأمور، أعظم ذنب يعصى الله به بعد الشرك هو إراقة الدم المعصوم، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. هذه الكعبة المشرفة النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف حول قال ما أعظمك وأعظم حرمتك، ثم قال وإن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة البيت، من حرمة الكعبة. فيا أخي الفاضل هذا يدلنا على خطورة إراقة الدماء، وهذا الحديث عظيم يعني يقشعر له البدن، كل من أراق دم مسلم بغير وجه حق سيأتي يوم القيامة يسأل أمام الله جل وعلا. طبعا هناك أحكام شرعية، يعني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني يعني المحصن والثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة، وهذه كلها ليست لأفراد الناس وأحادهم يحكمون على أمة محمد، لا، وإنما هذه لولاة الأمور، للقضاة، للمفتين، للمجامع الفتوى كهيئات كبار العلماء أو مجالس القضاء الأعلى، هم الذين يحكمون، ليس أفراد الناس. حتى طلاب العلم ليس لهم الحق في أن يقولوا هذا كافر وهذا كافر وهذا في النار وهذا يستحق القتل، ليس لهم أبدا، وإنما هذه قضية خطيرة. ولذلك الأصل في دم المسلم أنه معصوم، وإذا استحق القتل كون قتل إنسان آخر أو كذا. الآن مثلا إقامة القصاص في كثير من الدول الإسلامية التي هي تأتي بعد خطوات طويلة جدا، يعني هناك أكثر من 13 قاضي يحكمون في هذه القضية، ثم تناط بولي الأمر في النهاية هو الذي يوقع على قتل أم لا. المقصود بأن التساهل في إراقة الدماء هذا ليس من منهج أهل الإسلام، هذا من منهج الحرورية ومنهج الخوارج، منهج من لا يخاف الله جل وعلا فيما يبديه ولا فيما يخفيه. أسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أم خالد من الكويت تقول بأنها كان عندها 150 كويتي، تقول صرفتهم حولتهم إلى دينار عراقي، تقول نسيتهم بعد فترة طويلة، يعني صرفتهم إذا بها 400 كويتي، تقول مضى علي 10 سنوات وأنا ما زكيت. ما العمل يا أختي الفاضل أم خالد؟ تزكين هذه المبلغ، تزكينه على حسب ما مضى من السنة، تضمينه إلى ما معك بارك الله فيك، طبعا هو أصلا يضم إلى ما معك وتزكينه. الآن تزكين ما مضى، وهذه السنة إذا كان موجود عندك تضمينه إلى ما عندك من الموال وتزكينه بارك الله فيك. الأخت هناء من العراق تقول بأنها ناوية السنة هذه تضحي وتسأل عن كيفية الأضحية. أخت هناء يعني اختصارا للوقت، وأيضا سأتوسع بإذن الله يوم السبت القادم بإذن الله ستكون هناك حلقة كاملة عن أحكام الأضاحي وعن أحكام العيد وعن بعض الأحكام المتعلقة بعشر ذي الحجة، فحتى لا يعني أستعجل عليك انتظرين السبت القادم سأستوفي هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكرك يا أختنا وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا يعني خيرا مما تظنون، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأسأل الله جل وعلا أن يحشرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع صحابته الكرام، وأن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا. عبد الله بارك الله فيه يسأل يقول بأن هناك شخص، هو يسأل طبعا عن عدة المتوفى عنها زوجه وعدة الطلاق، يقول لو أن شخصا مثلا قبل أن يتوفى قال لزوجته يعني عفوت عنك عن العدة، هل تعتد؟ يقول بعد وفاتي أم لا. يا أخي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للزوج لا يملك إسقاط العدة، الزوج لا يملك إسقاط العدة، يعني لو أن زوجا وهو في سياق الموت قال لزوجته أنت لا تعتدين بعد وفاتي فإنه لا يملك إسقاط العدة، ويجب عليها أن تعتد بعد وفاته، لأن الله تعالى أمر بالعدة، قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والمقصود يا أخي الفاضل بأن الزوج لا يملك إسقاط العدة، فإذا مات حتى لو أوصى بذلك فإن المرأة يجب عليه أن تعتد، لأن الله تعالى قال ولا يعصينك في معروف، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. والعدة ليست حق للزوج فقط، بل هي حق لله أولا، فالله تعالى هو الذي أمرها بذلك، وحق للزوج ثانيا،
والحق الذي للزوج هذا لا يملك إسقاطه. هناك حقوق كثيرة ما يملك الإنسان أن يسقطها، منها هذا الحق بارك الله فيك، فأخبرها بأن يجب عليها أن تعتد. طيب، بالنسبة لعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام للآية الكريمة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، فتعتد 4 أشهر و10، تجتنب فيها لبس الثياب الجميلة، تجتنب فيها وضع الكحل في العين، تجتنب فيها لبس الذهب، تجتنب فيها التعرض للخطاب أو للناس يعني الأجانب، كل هذه تجتنبها المرأة، وإنما تلبس الثياب العادية. طبعا لها أن تغتسل، ولها أن تشاهد التلفاز، لها أن تستقبل الضيوف، لها أن تكلم أحيانا رجال الأجانب إذا كان في مصلحة راجحة، القاضي يتصل بها، المحامي عندها مثلا في العمل يحتاجونها تتصل، ما في بأس، لكن تواجه الناس لا. بالنسبة لعدة المطلقة أخي الفاضل، المطلقة على قسمين، مطلقة تحيض ومطلقة آيسة من الحيض. المطلقة التي تحيض عدتها 3 حيض، عدتها 3 حيض، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة، ولذلك لو أراد زوجها أن يعيدها إلى عصمته لا يعيدها إلا بعقد جديد. وأما إذا كانت المرأة المطلقة آيسة يعني ما تعتد، إما لكونها صغيرة أو لكونها كبيرة أيست مثلا، فإن عدتها 3 أشهر، والشهر يقوم مقام الحيضة، هذا إذا لم تكن تحيض الشهر يقوم مقام الحيضة. هذا باختصار بارك الله فيك. يسأل أخونا عبد الله يقول بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها هي موظفة وتحتاج إلى السفر في مصلحة الوظيفة، ماذا عليه؟ يا أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن المرأة المتوفى عنها زوجها يحرم عليها السفر حتى لو كان إلى حج أو عمرة، يعني لا يجوز لها أن تنشئ السفر ولو لحج أو عمرة، وإنما الواجب عليها أن تمكث في بيت زوجها الذي مات فيه وأن تعتد العدة التي فرضها الله جل وعلا. الأمر الثاني، لو أن امرأة مسافرة ثم أتاها خبر وفاة زوجها فينظر، فإن كانت أقرب إلى بلدها ترجع وجوبا، أما إذا كانت قد وصلت البلد فبعض العلماء يقول يجب عليها أن تعود إلى بلدها، والصواب القول الثاني بأن تكمل حاجتها في حج أو عمرة مثلا أو علاج ثم تعود بعد ذلك. الأمر الثالث، لا يجوز للمرأة أن تخرج فترة العدة إلا لسببين، ضرورة وحاجة، أما الضرورة فبالليل وأما الحاجة فبالنهار، يعني في الليل لا يجوز أن تخرج إلا لضرورة كأن تذهب إلى مستشفى مثلا، وفي النهار للحاجة، ما عند أحد يجيب لها أغراض البيت، ما عند أحد يجيب لها الغاز، يجيب لها الماء، يجيب لها كذا، فيجوز تخرج وتعود. في عندنا مسألة وهي طارئة فيما يتعلق بالوظائف، الأصل أن المرأة تعطى إجازة اسمها عدة الوفاة، وهذه مطبقة ولله الحمد في بعض بلاد المسلمين، تعطى إجازة تسمى عدة الوفاة. إذا كانت والله ما تعطى هذه الإجازة يعني كنظام، نقول لها خذي إجازة، أنت خذي إجازة ومدديها، خذي شهر بعدين مددي شهرين حتى لو كان من دون مرتب. تقول لي يا أخي عبد الله لا، هذه المرأة مسكينة، هذه الآن لو أنها توقفت عن العمل وقعت في حرج شديد، لأنه ما عندها رزق إلا يعني مصدر رزق إلا هذا، تأخذ الراتب من هذه، لو أنها توقفت قد تفصل وتحرم من أشياء كثيرة ويتسبب هذا عليها بالضرر وعلى أولادها، ممكن نقول هنا للضرورة، لأن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. أما والله لا، طبعا هذا إجراء أخير يا أخي الفاضل، ما نلجأ إليه إلا حينما تنسد جميع الطرق، فأنا ما أدري، أنا أفصل لك فقط، وأنت ممكن تنزل هذا الأمر في بالنسبة للحالة التي عندكم بارك الله فيك، ما تخرج ولا يجوز تسافر وتتوقف عمل إلا إذا احتاجه، إذا كان في البلد أهون، لكن مشكلة تسافر هذا ممنوع بالنسبة للمرأة، وهذا بإجماع العلماء على ما تنشئ سفر، لكن إذا كان هناك ضرورة ممكن يا أخي الفاضل في هذه الحالة ينظر في هذه الضرورة. أم غازي بارك الله فيها تقول مطلوب الصيام من قديم وعمرها الآن 75 سنة، تقول ما أقدر. طبعا أم غازي بارك الله فيها وأطال الله في عمرها على طاعته يا رب، تقول بأن هذا نذر، ما هو يعني عن رمضان، تقول عندها أطفال يموتون وكذا، تقول نذر 9 أيام، تقول الآن ما أقدر أصوم.
يا أم غازي بارك الله فيك، هو ما دام أنك نذرتي كان الواجب عليك أن تباشري الصيام، لكن أنا التقطت من كلامك بأنك تقولين بأنك أنت صمتي وأديتي وبعدين شكيتي. يا أم غازي رضي الله عنك، إذا كنت تقول لا والله أنا صمت وبعدين طرأ عليك الشك تقول والله ما أدري، أنت صمتي ما عليك شيء، ما عليك شيء أبدا. ما دام تقول والله أنا أذكر أني صمت وبعدين نسيت شكيت، أنت الآن ولله الحمد ذمتك بريئة بإذن الله، ذمتك بريئة بإذن الله، وأن ما مضى مضى. تقول والله أنا يعني ما زال في خاطري شيء وكذا، حاولي أن تخرجي عن كل يوم من هذه الأيام كفارة وهي كفارة يمين، ما دام أنك عاجز الآن تخرجين كفارة يمين بارك الله فيك. لكن أصلا ما عليك شيء لأن الشك هذا طارئ، أنت شكيتي فيما بعد، والأصل أنك أديتي هذه العبادة. طيب أم غازي أعود لك إن شاء الله بس أخذ هذه الاتصالات. تفضلي أم مهدي فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي جوج أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، أنا مقيمة في فرنسا وكانت لدي مشاكل مع زوجي ولي طفل معه. نعم. وكان يضربني ويتعدى علي وطردني من المنزل، وكان من الضروري أن أذهب وأن أستقل بيتا لوحدي مع ابني، وكان من الواجب علي لإجراءات أن أدفع أن أقيم طلاق ولا إيه. وبعدين إجراء الطلاق تدوم طويلا هنا في فرنسا. وبعد ذلك ذهبت إلى المغرب، وحكما بأن زوجي من العائلة تدخل أبي وأمي والعائلة وتصالحنا، ولكنه لم يطلقني. وحين عدت أنا إلى فرنسا هو مستقل ببيته وأنا مستقلة، ولكن أنا تصالحنا وحكما لأنهم يساعدونني في فرنسا بأداء واجب الكراء لم أوقف إجراء الطلاق. فأريد الحكم أنا وزوجي، ما هل نعتبر طلقنا أم لا؟ ورفعت قضية في فرنسا؟ في فرنسا، ولكن في المغرب لم نطلق، لأن علي أن أذهب بالطلاق إلى المغرب ثم أقوم بإجراءات طلاق في البلاد، ولكني لم أقوم بها. في المغرب متزوجة، ولكن في فرنسا بحكم أنهم يعطونني مساعدات وأن زوجي لا يعمل وله في مدينة مستقلة بيت وأنا في بيتي لوحدي، ولكن بعد شهر أو شهرين يأتي إلي وإلى ابني بعد مصالحتنا في البلاد. طيب واضح. أعطيني السؤال الثاني. أنا أعرف هل هذا حلال أم حرام، لأني طيب. يا شيخي لا 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 لا, لا أنام وعندي مشاكل من هذه الناحية. عندك وظيفة أنت؟ لا ليست وظيفة، ليست لدي وظيفة. طيب هو الآن راغب في تطليقك ولا غير راغب؟ لا يرغب في تطليقي ولم يقل كلمة طلاق. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، كنت أعمل حكما بأني في الأول علي أن لدي الطفل ولدي مسؤولية، وحكما بأن الزوج لا يصرف علي كنت أعمل، ووقعت لي مشاكل مع المدير، يعني أنا أعمل في التنظيفات وهذا هو عملي. وكنت أتضايق من طرفي شخصين، وكنت دائما أذهب إلى رب العمل وأقول له إني متضايقة، عليك بأن تحولني من هذا المكان، ولكنه طيب. دائما عشت في هذه في هذه الطريقة عامين، ولكنه لا يريد أي أن يعمل أي حل. طيب. وأنا ملزمة بالكراء، ملزمة بالمصرف على ابني، وهذا
إذا خرجت من هذا العمل فلن أجد شيئا آخرا. طيب. فضلت على هذا العمل إلى أن مرضت وتعاطى للأدوية ولا أتحمل هذه المضايقات ولا أتحمل، لأن المشغل لا يريد أن يعمل شيئا، وإذا ذهبت فلن حتى الحكومة لن تعطيني أي شيء. طيب السؤال أين يا أختي أم مهدي؟ السؤال أين الآن؟ السؤال أنني حين كنت أعمل يريد أن يخرجني بعد عدة مشاكل، يريد أن يخرجني بغير أي تعويض. أيوة. فأرشدني أحدا بأن أفعلك بأنني أتظاهر بأنني وقعت في 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 محل الشغل، وفعلت هذا بالفعل، ولكنه لكي أخذ كل مستحقاتي مثلا من الدولة وهكذا. يعني أنت الآن تظاهرت بأنك سقطت في العمل لتعوضي. هلا. وعوضوك؟ كنت مضطرة. طيب أم مهدي؟ نعم. يعني أنت الآن تظاهرت بأنك سقطت على الأرض وبعدين أعطوك تعويض وأنت مضطرة إلى هذا؟ كنت مضطرة لأني إذا لم أفعل هذا فسأجد مشاكل في الكراء وإن أعيل ابني، وحتى الحكومة لن تعطيني أي شيء. بدلت كل السبل مع هذا المشغل ولكنه رفض. طيب. أن أذهب ويعطيني حتى أطالب بتعويض حتى أجد عملا آخر، ولكنه لا يريد، وأنا من الغد لن أجد ولا فلس ولا درهم لكي أعيل ولدي، سأعيش في مشاكل كثيرة. طيب يا أم هدي، خلاص وضحت الفكرة إن شاء الله. أبشري بإذن الله. نكتفيها. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم غازي بارك الله فيها تقول لما كان عمرها 20 سنة، تقول كانوا في البادية، تقول وجبت الدوشق أو الحاف أو شيء، تقول وضعت على كذا، فتبين أن تحت قطة. تقول بعدين لما جيت أرفع وجدت القطة ميتة. الآن عمري تقول 75 سنة ومتألمة ومتأثر مثل هذا. يا أختي أم غازي رضي الله عنك وبارك الله فيك، اطمئني بارك الله فيك، أنت ما تعمدت إزهاق نفس هذه القطة، والله جل وعلا قال ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالله تعالى لا يؤاخذ الإنسان بالخطأ ولا يؤاخذ الإنسان بالجهل إذا كان هذا الجهل يعني ممكن الإنسان أو حالة الإنسان فعلا يعني يوصف بأنه ممكن مثله يجهل. فيا أخت الفاضلة ما عليك شيء واطمئني في هذا الباب، ما دام الحمد لله ما تعمدت هذا الشيء اطمئني ولا عليك شيء ولله الحمد. الأخ سعيد من رأس الخيمة يسأل عن علاج قسوة القلب. يا أخي الفاضل، القلب جاءت النصوص في القرآن والسنة بالتأكيد عليه، وجاءت النصوص بالتحذير من القلوب القاسية. قال جل وعلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وأيضا جاءت آيات كثيرة تمتدح القلوب، قلوب الذاكرين الله جل وعلا، قلوب المخبتة، القلوب الخائفة، وأيضا في المقابل جاء التحذير الشديد من القلوب القاسية والجاسية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك نظر الرب جل وعلا ليس لهذه الأشباح والجثامين والصور ولا إلى هذه الأموال، وإنما ينظر الله جل وعلا إلى القلب وإلى العمل. فالقلب محل نظر الرب جل وعلا، والمسلم يجب عليه أن يكثر من العناية بقلبه. ولذلك قال الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن لا ينجو يوم القيامة إلا أصحاب القلوب السليمة. والقلب يعصف به كما يعصف بالبدن من الأمراض وغيرها، ولذلك المسلم واجب عليه أن يلتفت. وأعظم شيء يعالج به الإنسان قسوة القلب والإيمان، والنظر إلى أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، نظر إلى آثار هذه الأسماء والتعلق بأسماء الله وصفات الله جل وعلا، تعلق بأسماء الله وبصفاته والنظر في آثار أسماء الله جل وعلا. كذلك كثرة ذكر الله، قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم الذكر قول لا إله إلا الله. كذلك قراءة القرآن سبب من أسباب لين القلوب، وسبب من أسباب طرد هذه الوحشة والقسوة عن القلوب بإذن الله. كذلك الصدقات،
كذلك الالتفات إلى الضعفاء مثل الأيتام. ولقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو قسوة في قلبه ووحشة في صدره فقال امسح رأس اليتيم. والقضية ليست فقط تمسح رأسه لكن يعني تلتفت إليه وترعاه وتكفله وتعينه. كذلك شهود مجالس العلم وحلق الذكر، هذا من أعظم الأمور التي تعين على رقة القلب ولين القلب بإذن الله جل وعلا. الأعمال المتعدي نفعها إلى الناس، نفع إلى الناس، تنفع الناس، تقدم الخير إلى الناس، تشفع للناس، هذا كله بإذن الله مما يعين. كذلك العناية بالتفكر، لأنه سبحان الله العظيم التفكر هذا يجعل للقلوب أسماع وأبصار، ولذلك ربنا جل وعلا أكثر من الأمر بالتفكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل سيروا في الأرض ثم انظروا فلينظر الإنسان مما خلق، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. كذلك كثرة الدعاء بأن يثبت الله قلبك، كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي لفظ اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى دينك. أيضا سؤال الله عز وجل رقة القلب، يعني تنطرح على عتبات المولى تقول يا رب قسى قلبي فرقق قلبي ولين قلبي يا رب العالمين، تكثر من الدعاء في هذا. باختصار يا أخي سعيد، أم مهدي تقول بأنها مقيمة في فرنسا، مثل ما سمعتم قصتها طويلة جدا مع زوجها. الآن تقول نحن في فرنسا أقمنا دعوة، والدعوة دعوة رفع دعوة الطلاق تطول في فرنسا، تقول آخذ في هذه الفترة مساعدات، آخذ مساعدات في هذه الفترة، تقول حتى تنتهي المعامل أو مسألة الطلاق. تسأل عن الحكم، ما في شيء يا أخت الفاضل بالنسبة لك، ما دام أن القانون يفرض لك مساعدة ومكافأة أو أي شيء من هذا القبيل في حال الانتظار تنتظرين. وإن كان الأكمل والأفضل لك وله أن يكون الطلاق في المغرب، لكن أنت تقولين أصلحوا بيننا، الآن أنت يعني معلق، لا أنت مطلقة ولا أنت زوجة مثلا، يعني كان الواجب أنه يطلق في المغرب، لكن أصر على البقاء وكذا، بالنسبة للمكافأة اللي تأخذينها ما عليك شيء. أم مهدي بالنسبة لما ذكرتي في السؤال الثاني أخطأت خطأ كبير بارك الله فيك، حينما مثلت على هذه الجهة وحينما خدعت هذه الجهة، هذه خديعة وتمثيل، والمسلم يجب أن يكون صادق مع المسلمين ومع غير المسلمين. لا يحل لك بحال أن تتحايلي عليهم وأن تخادعيهم بمثل هذه الصورة حتى تحصلي على مبلغ مالي، حتى لو ظلموك هم. يعني كون الإنسان يظلم لا يمارس الظلم مع الآخرين والكذب عليهم، لا، يجب عليك أن تكوني صادق. إذا كان والله هم ظلموك وأرادوا يعني ضايقوك في العمل وسلطوا عليك شخص وكذا، احتسب الأجر عند الله واسأل الله جل وعلا من فضله. والرزق يا أختي أم مهدي، الرزق ليس في هذه الوظيفة، قد ترزقين من غير سبب، قد ترزقين من أسباب أخرى ما كانت تخطر لك ببال، ترزقين منها ولله الحمد والمنة، يأتيك رزق أنت ما كان في الحسبان، وقد ترزقين بغير سبب، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. ولذلك هذا الذي أخذته لا يجوز لك أنت الآن بالخيار، إما أن ترجعينه إليهم تقولين والله يا جماعة أنا هذا المبلغ لا أستحقه لأن اللي حصل بخداع، تقول لا والله هذا ما يصلح، لأنه لو قلت هذا الكلام ترتب عليه قضية ومشاكل وسجن. أقول لك اصرفيه في أشياء أخرى، يعني في مصالح المسلمين. تقولين أنا أولى الناس، أنا فقير الآن. أقول لك توبي إلى الله جل وعلا وتبرئي من هذا العمل، ثم اصرفي منه على قدر الحاجة، يعني ما تزيدين على ذلك، تصرفين على نفسك على قدر الحاجة، ما تأتين بالكماليات والتحسينيات، لا، تأتين بالضروريات والواجبات. وإذا متى ما أن اقتدرت وحصلت على عمل خلاص، هذا تصرفين الباقي في مصالح المسلمين. خلصنا؟ طيب انتهت الأسئلة، وانتهى الوقت. ألتقيكم غدا بإذن الله جل وعلا، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه.